السلام عليكم مشاهدينا وأهلا بكم في برنامج من الحياة. يتفق الكثيرون بأن جزائر الغد وجزائر اليوم لن تكون أبدا جزائر الأمس في كل شيء. بالأمس كانت حتى مجرد التخمين في رجل أعمال جزائري بسيط وراء القضبان من سابع المستحيلات، أما اليوم فهي حقيقة تنقلها كل الشاشات. بالأمس كان الوزير فوق العدالة والمحاسبة والوقوف أمام القاضي، أما اليوم فلا يختلف يحيى أو لوكال أو غول أو غيرهم عن أي مواطن آخر أمام حضرة القاضي. رجل الأعمال يسعد ربراب في السجن الاحتياطي في الحراش، الإخوة كونيناف ينتظرون الدورة ليلتحقوا بالشلة، الوزير الأول أحمد يحيى في مواجهة العدالة. أكثر المتفائلين لم يكونوا يتوقعوا قبل 20 أو شهرين من الآن حصول ربع ما يحدث اليوم. فما الذي يحدث بالضبط؟ سنتطرق إلى كل هذا، كما سنتطرق أيضا إلى كلمة الفريق أحمد قايد صالح خلال زيارته اليوم إلى الناحية العسكرية الأولى مع محاولة إسقاطها على الأحداث الجارية مؤخرا، خاصة المشاورات الأخيرة التي أطلقها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح والتي عرفت عزوفا كبيرا من المشاركين. نناقش هذه الأسئلة مع ضيفي الكريمين السيد الوافي عبد الله عضو مكتب وطني لجبهة المستقبل، مرحبا بك. شكرا. وكذا الأستاذ الجامعي والناشط السياسي الأستاذ فاتح ربيعي، مرحبا بك. أهلا وسهلا. أبدأ النقاش معك أستاذ وافي من كلمة الفريق أحمد قايد صالح، ربما أكيد طلعتم عليها، كيف تقرؤون هذه الرسالة أو هذا الكلمة أو الخطاب؟ شكرا سي زكي، بارك الله فيك، ونشكركم ونشكر قناة الحياة على هذه الاستضافة. طبعا في من خلال الرسالة نتاع اليوم أو الخطاب نتاع اليوم أيضا نلاحظ أن هناك نوع من الاستمرار في نفس الطرح اللي هو يتماشى، وما نريد أو ما يريد الشعب الجزائري أن يصل إليه مستقبلا من خلال هذا الحراك ومن خلال هذه الطموحات التي عبر عنها اليوم الشعب فعلا وعبر عنها في الميدان، ولم يبقى على الجميع إلا الاستجابة لطموح الشعب. الشعب سيد في بلده، وهذا ليس من اليوم، ربما كان فيه نوع من حجب أو نقص، لكن اليوم أعتقد أن المسألة أصبحت واضحة والقرار تم اتخاذه وهو قرار شعبي ولا رجوع عن العدالة وعن الشفافية وعن الحق وعن الاطمئنان وعن الأمن وعن الاستقرار وعن ازدهار الجزائر، لأن الجزائر لها من الإمكانيات ولها من الوسائل ما يجعل منها فعلا بلد متطور لو كانت هناك نية صادقة، لو كانت هناك أعمال جدية، لو كانت هناك حب الوطن فعلا، لو كان هناك تضحية من أجل الوطن ومن أجل الجزائر. نعم سيد فاتح ربيعي، نفس السؤال، يعني كيف يعني تقيم خطاب الفريق أحمد قايد صالح خاصة في النقطة المتعلقة بالمشاورات؟ يقول السيد الفريق أحمد قايد صالح أنه يجب استغلال كل ما يعني المبادرات ويعني كل ما قد يمكنه من الخروج من هذه الأزمة، ماذا تعلق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، تحية لك ولسي الوفي وللسادة المشاهدين، أشكركم على هذه الاستضافة الكريمة. أنا أعتقد بأن هذا الخطاب ينضاف إلى مجمل الخطابات للمؤسسة العسكرية والتي يعبر عنها القايد صالح أنها ملتحمة مع الشعب الجزائري، وهذا يشكل وشكل فارقا كبيرا بين ما حصل في بلدان عربية كثيرة وبين ما يحصل في الجزائر. فالمؤسسة العسكرية أخذت على عاتقها أولا حماية المتظاهرين،
المساعدة في تلبية الشعب، ولكن أشار هذا الخطاب وأنا ما لفت انتباهي حقيقة بأن هناك الغام زرعت، وأشار كانت لنا معلومات وكان أشار إليها سابقا في خطاباته السابقة. لا أشار إلى 2015 ابتداء من سنة 2015. ماذا يعني هذا التاريخ بالضبط سيد؟ هو هذا التاريخ كانت حتى المؤسسة العسكرية وحتى القايد صالح كان مستهدفا يومه، وكانت بعض المعلومات موجودة، ولكن صارت اليوم حقيقة. الجيش الشعبي الوطني بحنكته وبيمتلكه من أدوات ومن وسائل ومن طاقات شبانية ومن إطارات استطاع سيد أن يواجه منذ ذلك. سيد فتح ربيع، هل يشير هنا إلى جهات أو أطراف أو أشخاص معينين معنيين بذاتهم؟ أشار ودقق الجيش الوطني الشعبي في الخطاب السابق، وأشار إلى مدير الاستعلامات السابق محمد والمحيط مدلل. الآخر والذين يحاكمون، والتحالف الذي كان بين السياسيين أو من هو موجود في السلطة وبين المال الفاسد الآن الذي تعرى ولم يعد له من يساعده ومن يؤيده. فهذه هي الحقيقة. الحقيقة الآن ما بقي، وهذا الذي نتمنى على المؤسسة العسكرية، هو مثل ما هي تدفع أو دفعت والآن. وشكرت بالمناسبة أيضا في هذا الخطاب الأخير، شكر جهاز القضاء على تجاوبه وشروعه في تحريك بعض القضايا لكن ما نشير ما تجدر الإشارة إليه، وأنا في الحقيقة دائما كنت أتوقع أن يكون أيضا ما يقابل هذا التحرك القضائي يجب أن يقابل وأن يتناسب مع حلول سياسية. الحل السياسي الحل السياسي غير مناسب. سأبقى في قضية المشاورات. سيد وافي عبد الله، أنتم بالأمس قمتم بثورة كبيرة جدا يعني، وانسحبتم من المشاورات التي دعا إليها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح. ما الذي حدث بالضبط حتى انسحبتم؟ كنتم قد لبيتم سابقا هذه الدعوة، قلتم أنكم مستعدين للحوار حتى من أجل مع الشيطان من أجل الجزائر، ثم انسحبتم. ما الذي حصل بالضبط بالأمس؟ شكرا. فعلا نحن في حزب جبهة المستقبل مع الحوار، وسنبقى مع الحوار، لكن نبقى مع الحوار الجاد، الحوار الصادق، الحوار الهادف، والحوار العلني. ربما في حصة البارح كان هناك نوع من التعتيم لم نكن على علم به مسبقا. احنا فعلا شاركنا ونشارك في الحوار. ممكن توضح اكثر سيد؟ نعم. سيد وافين نشارك. احنا دائما موقفنا لا نتخلى ولسنا مع، بل نحن ضد المقعد الشاغر في اي مكان، خاصه ونحن في الجزائر وفي بلدنا ومع جزائريين. نحن دائما نحاول ان نبدي، لانه عندنا راي، عندنا فكره، عندنا مشروع، كيف نوصلوه للمستمعين، للشعب، للمناضلين. إذن لكن لماذا انسحبتم سيدي؟ معليش أنا جاي. أنا انسحبت لأنه أنت كنت شرط ممثل أساسي كنت ممثل لحزب جبهة المستقبل. الشرط لما طلبوا المسؤولين أو رئيس الجلسة طلب انسحاب الصحفيين 5 دقائق، يعني بمجرد ما وقع النشيد الوطني قراءة جدول الأعمال خروج الصحفيين. علاه؟ لماذا؟ هذه بداية الشفافية. نحن أردنا أن نذهب إلى انتخابات حرة ونزيهة وشفافة. هذه خطوة الأولى في هذا نريد أن نقترح في هذا السياق. نعم. سيد وافي، البعض يقول، بعض من الشعب يقول بأنه جبهة المستقبل لما رأت هذا الكم الهائل من الشعب يرفض هذه، لما يعني استجبتم لدعوة عبد القادر بن صالح كنتم تبحثون عن السبب فقط من أجل الانسحاب، يعني كذريعة، كانت الصحافة، كانت ربما ما جابوش الماء، يعني أي شيء تلصقون فيه من أجل. أجبت عن هذا السؤال بارح بكل وضوح وأعيده اليوم. نحن لنا مواقف، ولتعلمون جيدا وليعلم كل المستمع أن حزب جبهة المستقبل ليست له مواقف انفرادية. المواقف حزب جبهة المستقبل تتخذ بعد دراسة
وافية وكافية من كل أطراف المعنية ولا سيما القيادات الحزب ولا سيما قيادة الحزب. نعم قرارنا واضح ومسؤولية تاعنا نتحملوها. ما هو القرار؟ قرار تاع المشاركة. اليوم رصيدكم أمام الشعب نقص. لا 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 معليش نحن نتحمل المسؤول. نحن نتحمل المسؤولية. يعني خليني يكون يقولون بأنكم يعني خليني نقول خنتم الشعب لما ذهبتم إلى الحوار مع شخص يرفضه الحراك الشعبي. جاي يحفر له قبر مهرب له بالفاس. نحن نبحث عن الحل. نحن لا نخون. مع من؟ نحن جزء مع من الحل؟ من كل من له يد في إيجاد الحل والسلطة مهما كانت. احنا اول الناس اللي كان ضد السلطة واحنا اول الناس اللي كانوا ضحايا السلطة، واقصد بالذات ضحايا الحزب في الانتخابات المختلفة، وايضا حتى من خلال كلامنا ومن خلال تدخلاتنا سواء عن طريق البرلمان او عن طريق الممثلين تاعنا او عن طريق القيادات الحزب كنا كلمتنا نقولها ونقولها دائما، لانه الحوار لا يقتصر على جهة معينة. طالما أن هناك طرف فاعل فاعل في موضوع ما، لما لا نتحاور معه؟ لكل مقام مقال يرحل. نعم الآن احنا مع احنا ضد الفساد، ضد بقاء في السلطة رغما عن أنف صاحب السلطة. طيب. صاحب السيادة. طيب صاحب السلطة يعطيك سلطة إن أراد نزعها. احنا ونحن مع انتقال السلطة، الانتقال السلس والانتقال الديمقراطي والانتقال السلمي. نعم. لكن ليس بالتخندق أو الهروب من تحمل المسؤولية. خليني نكمل فقط جملة واحدة، نكمل جملة واحدة وخلاص. نعم. لأنه الآن فيه شارع حرر الجميع. حرر الجميع. نعم. والله حرر الجميع. ولم يحرر جبهة المستقبل. لما أقول الجميع، نعم هي الأولى. والجبهة المستقبل كانت محررة وتسعى من أجل التحرير من نهار وين خرقت جبهة المستقبل، وهي حرة في إرادتها وفي مواقفها. هذا الشعب الذي الآن يعني نحن نبحث عن الحل. مستاء مستاء. معليش حاربتم من إيجاد الحلول وبعدين. نحن نبحث عن الحل. واضح. سيد فتح ربيعي. نبحث عن الحل مع كل الأطراف المعنية. نفهم من كلام السيد وافي بأن الذين رفضوا يعني مشاورات عبد القادر بن صالح متخندقين، لا يبحثون عن الحلول. أيضا اليوم الفريق أحمد قايد صالح يقول بأن هؤلاء المتعنتين، يعني الذين لا يبحثون عن الحلول ولا يجلسون إلى طاولة الحوار. لعله يقصد المتعنتين الذين قال لهم الشعب مدام أن الجيش الوطني وقيادة الجيش قالت بأنه نحن مع مطالب الشعب، والشعب قد رفض هؤلاء وقال لهم لا يمكن أن تبقوا. ثلاث مسيرات رفضت الباءات أو البلوات. المسيرة رقم 7، المسيرة رقم 8، والمسيرة رقم 9. هذه ثلاث مسيرات قالت لهؤلاء لا يمكن أن تكونوا أنتم من رموز النظام، أنتم فاشلون، وخاصة أنه فيه واضح يعني واضح هذه النقطة. يقول لك لابد من الحوار سيد فتح ربيعي. طبعا لابد من الحوار. الحوار لما الحوار مع من؟ الحوار مع من؟ الشعب قال لهؤلاء، الشعب هو الذي يعطي التفويض، والشعب سحب تفويضه. هؤلاء قال لهم الشعب ارحلوا، وهناك بدائل دستورية لهؤلاء وقدمت من خبراء، قدمت من أحزاب سياسية. لما تكون هناك إرادة وجدية وفعلا الإخوان لما ذهبوا ووجدوا فعلا وجدوا عدم وجود جدية فانسحبوا، وكان من حقهم. طبعا لأنه أنا في سنة 2000 في أعوذ بالله من كلمة أنا في سنة 2011 كان يترأس ترأست وفدا عبد القادر باسم الحزب الذي كنت انتمي إليه، حركة النهضة. إلى نعم حركة النهضة، والتقينا بوفد كان يرأسه عبد القادر بن صالح. فقلت له هل توجد هناك إرادة سياسية؟ قلت له في نظرنا لحد الآن لا توجد إرادة سياسية. قال بأنه رئيس الجمهورية له إرادة سياسية. قلت له بأنه لا يكفي أن تكون الإرادة السياسية عند رئيس الجمهورية، بل يجب أن تكون الإرادة السياسية عند رئيس الجمهورية وعند هذه اللجنة وعند الولاة وعند الإداريين وعند الحكومة، لكي فعلا نتوجه بعد ذلك الانتخابات شفافة ونزيهة.
هذه مسرحية، هذه مجرد التفاف على إرادة الشعب. كيف تفسر سيد فاتح ربيعي؟ لذلك قطعت الأحزاب السياسية. سيد فاتح ربيعي، طيب كيف تفسر كلمة أو ما جاء في كلمته؟ هي توجب استغلال كل الفرص المتاحة للتوصل إلى توافق الرؤى وتقارب في وجهات النظر تفضي إلى إيجاد حلول، بل حل أو حلول الأزمة. يقول لك لا بد من الحوار. طيب هذا كلام من حيث المبدأ لا يختلف، وكأنه يشور على الذين يعني رفضوا بالأمس هذه المشاورات. لا، هذا لا نختلف عليه. الحوار من زمن السلطة دعت إلى الحوار في 2011 وتجاوبت مع الأحزاب السياسية، ودعت في 2016، وفي كل مرة يستهزأ بالأحزاب السياسية وتستغل الفرصة لتمرير مشاريع لا تخدم الشعب الجزائري. الآن لما تميع أنت الحوار وتأتي بمن هب ودب، ناس لا صلة لهم بالشعب الجزائري، قل لي بالله عليك من الذي حضر هذه الندوة الآن؟ من حضر؟ حضرت. لا، انسحبوا الإخوان، انسحبوا. من بقي فيها من الأحزاب السياسية؟ من بقي؟ حزيبات، بعض الحزيبات. حزب ساحلي حضر. حضر ماذا يمثل؟ فيلا ليغويني حضر. ماذا يمثل؟ فيلا ليغويني حضر. سيد وافي في هذه النقطة كيف يعني تعاقب؟ مع احترامنا لما وقف الأحزاب السياسية، ولكن في حقيقة الأمر الأمور بمخارجها، ماذا قدمت لنا هذه الندوة؟ هل جاءتنا بنتيجة؟ هل حلت الأزمة؟ نعم، سيد وافي يقول لك بأن الأمور كانت واضح منذ البداية بأنها لن تأتي بشيء. لا، أنا أريد أن أقول شيء آخر. أنا كمواطن جزائري أقول وأعتقد، وربما مانيش أعتقد، متأكد، أنه ماهوش من حقي برك أنني أطلب، بل من واجبي أن أقدم أيضا، أن أقدم شيء. أنا الآن مانيش عارف، فيه نخبة في الجزائر، فيه أحزاب سياسية، فيه قيادات، فيه مثقفين، مطالب، فيه علماء، مطالب منها إيجاد الحلول. فين هما النخبة؟ ماذا قدموا؟ ماذا اقترحوا؟ أيكفي التخندق وراء المطالب؟ يكفي هذا؟ كيف نترجم؟ يقول لك المطالب واضحة. نعم، كيف نترجم هذه المطالب إلى آلية، إلى آليات ممكن فعالية يمكن أن نجد بها الحلول. وهنا أوجه كلامي بصفة خاصة إلى الطبقة المثقفة، إلى الطبقة الواعية، إلى الطبقة السياسية. فين هم؟ ماذا قدموا؟ نريد أن نقدم. نحن الآن في أزمة يا أستاذ، نحن الآن في أزمة. ماليش نتناقش، ما نقاش مفتوح. نحن الآن في أزمة، علينا جميعا أن نساهم، ليس فقط أن ننتقد. ماذا لم تقدم شيء أو قدمت شيء؟ وأين أنا؟ ماذا قدمت أنا؟ أنا حزب، أنا موجود حزب جبهة المستقبل، موجود من أن يقدم شيء وأن يعمل شيء. قد يخطئ وقد يخطأ، شوف لكن قد، لكن علينا أن نعمل، ومن لا يعمل هو اللي ما يغلطش. نحن يمكن لنا أن نخطأ، لكن علينا أن نقدم ما نراه صائبا، وما نراه يمكن أن يساهم ولو بجزء محدود في حل الأزمة. هناك أزمة، يعني حتى الوين، حتى الوقتاش. نعم، من يرفض واضح يدير الثقافة، الطبقة المسؤولة والراي. نعم، تفضل. شوف، الطبقة السياسية جزء منها اجتمع ونخب، وهناك يعني من هو موجود في الحراك، وشخصيات وطنية وازنة، وأحزاب سياسية اجتمعت وقدمت رؤية وخارطة طريق. ولكن اجتمعت مع بعضكم، يقول لك لابد من الرأي الآخر. الخبراء أيضا أوجدوا مخارج دستورية لمن يريد أن يتمسك بالدستور. كان يمكن أن نوجد مخارج دستورية، وقد أوضحها في ذهاب هذه الباءات أو البلوات. فهناك مخارج دستورية اقترحها الدستوريون، ولكن لما يكون من هو موجود على مستوى السلطة يتمسك بها، يتمسك عندئذ هو لماذا؟ هو السلطة. تمسك بالسلطة يا ناس. الآن واحد خرج الشعب وقال له تفضل ارحل، قال له ارحل السلطة، يفترض فيه السلطة. يا رجل، هؤلاء كأنهم يحكمون شعبا آخر غير الشعب الجزائري. والله لو كان في هؤلاء يعني احترام، أدنى احترام للشعب الجزائري، كان يمكن قال والله الشعب الجزائري ماذا يريد؟ الشعب الجزائري مطالبه بسيطة. لما رحنا يعني لكل من يسير، وبالتأكيد جميع مشى في هذا الحراك، ولا يمكن لأحد أن يدعي أنه
يعني هو حراك الشعب الجزائري سلمي وحضاري، ولكن مطالبه بسيطة وواضحة. مطلبه الأول هو قال هؤلاء الرموز يروحوا ابتداء من رئيس الجمهورية. أيضا بن صالح وجوده في السلطة هو أقدم من بوتفليقة. أيوة. هو أقدم، هو ومقصود قال له الشعب سحب منك التفويض في مسيرات مليونية يا رجل، وهو ليس منتخب ولا يجوز التفاوض معه، ولا عبارة لا يجوز. هذه مواقف سياسية والأحزاب السياسية حرة في تقديرها. هنا طبقة، معظم الطبقة السياسية، الغالبية نتاع الطبقة السياسية رفضت استجابة وتناغما مع الحراك لانه يرفض هذه يقول الان السيد وفي حتى لا نهرب من الدستور. طبعا انا ملاحظه صغيره، نعطيك المخرج، نعطيك المخرج. اذا الان على هذا، هل هناك فرد واحد يرفض مطالب الشارع الان؟ اللي يتمسك بالسلطه يرفضها. من الذي ينظم؟ شوف نقول لك، شوف رئيس الحكومه الان لما تكون يحلو قاع، اسمح لي. لا لا لا، شوف لك برك، خليني نوضح كلمه، خليني نبسط لك. لا تسمح لي برك، يعني انت سالت وانا نجاوب، تسمح لي نوضح لك. معليش تفضل، معليش انا مجرد حوار، تفضل. انا ماشي نسال بها، انا حوار. تفضل تفضل. الان تقول يرحل قاع، قاع شكون؟ قاع خليني انا نجاوب روحي. معليش انا كيف نشوف قاع شكون؟ هذا السي قاع هذا شكون هو؟ اكتبهم، اكتبهم في اللافتات. لا 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 لا، كتبهم الشعب. لا لا لا، ونادى في الشوارع. ما هوش هذا، ما هوش هذا قاع. قاع نعطيه لك هو شكون؟ هو كل انسان، كل جزائري مسؤول اعطاه الشعب السلطه، اعطاه الشعب السلطه وما مارسهاش كما ينبغي وما احترمهاش وافسد وعاث فيها فسدا فاصبح مفسدا. هذا ماشي واحد وماشي زوج وماشي با وماشي تا وماشي فا. هذا كل، ولا اعتقد ان هناك جزائري مخلص يرضى بوجود او بقاء هؤلاء في ممارسه السلطه. انت لما تكلمني عن انتخابات، التزوير نتاع الانتخابات والمشكل الكبير هو هذا. صحيح. هل وزير الداخليه برك هو اللي زور؟ الوالي ما زورش، رئيس الدائره ما زورش، بعض رؤساء البلديات ما زوروش. القضيه مش قضيه با وتا، قضيه منظومه، قضية نظام، قضية ممارسات، قضية أشخاص مسؤولين. لا أعتقد، لا أعتقد أن هناك شخص اقترف ذنبا بأي طريقة كانت ويوجد من يدافع عنه في الجزائر. طبعا درك اللي دار حاجة يحوس يسلك. طيب لكن سيد الآن يا سيدي، سيد كيف نذهب إلى نحن فاصل. الآن نبحث إلى الحلول العملية، سيد والحلول العملية حقا. لا نريدها، اسمح لي أخي الكريم، اسمح لي سيارسكي، لا نريدها أن تكون خارج الدستور. لا نريدها أن تكون خارج قوانين الجمهورية. واضح. لا نريدها أن تكون خارج مؤسسة الجمهورية. واضح. ولو كانت أعرج. واضح. لأنه نمشي في طريق مهرس، لكن نعرف نهايته خير ما نعرف نمشي في طريق معبد. نعم، واضح سيد وفي. نذهب إلى فاصل قصير ثم أعطيك حق الرد سيد فاتح ربيع. مشاهدينا فاصل قصير ثم نعود إلى اسم حضراتكم. أهلا بكم في الجزء الثاني من برنامجي من الحياة. سيد فتح ربيعي، كان السيد وافي يتكلم على عدم الخروج من الحلول الدستورية، يعني المشي في طريق أعوج ويعطينا يعني ملامح الحلول أحسن من أن الخروج من هذا الطريق ونتي كل شخص عنده دستور في رأسه يقول لك. طبعا هذا كلام فيه جانب من الوجهة، ولكن الآن الآن مطالب الشعب في نظري لا يمكن أن نواجه في هذه الظروف الاستثنائية بتمسك بحرفية النص، لأنه النص يمكن عنده روح، له فهم ضيق وله فهم واسع بالاجتهاد. نعم. لم الجيش الوطني الشعبي في المرة الأولى لما دفع نحو تطبيق المادة 102 أكان اعتراض على تطبيق المادة 102 لوحدها، شغل النصب. نعم، منصب رئيس الجمهورية. جمع المادة 102 مع 7 و8 ونزيد لها 9 ونزيد لها 12 28 متعلقة بالمؤسسة العسكرية باعتبارها حافظة لسيادة واستقلال وحماية الوطن وما إلى ذلك. هذه المواد لما تجمعها، وأن الشعب في استفتاء كل جمعة على خيارات متعلقة بالأشخاص وعلى خيارات دستورية، أنا أقول حتى لمن أراد
مع في هذه الوضعية، لأنه الآن مثل ما أشار قائد الأركان اليوم هناك ألغام. من الألغام الموجودة هو تلغيم حتى الدستور في سنة 2016، وأيضا تكلم عن مادة 104. أشير إلى مسألة مهمة في غاية الأهمية، ما دعا إليه بن صالح الأحزاب السياسية هذا غير دستوري، هو لإيجاد لجنة للإشراف على العملية الانتخابية. تقصد المشاورات؟ نعم، المادة 194 من الدستور تحرمه من هذا الحق باعتباره رئيس دولة وليس رئيس جمهورية. ولذلك حتى الحلول لابد أن تكون دستورية إذا كانوا يريدون التمسك بالدستور. نعم، ولذلك نعم. ولذلك يمكن الوصول إلى الحلول. يعني مازال الدستور مازال الدستور يعطي الحلول سيد. مازال يعطي الحلول في ظل هذه الوضعية. نعم هذه الباءات تخرج من الساحة في إطار الدستور. هناك سيد وفي. شوف نقول لك كيفاش. أنا برك عندي تعليق خفيف على ما أشار إليه الأستاذ. هو في قضية يعني روحوا قاع يروحوا قاع الشعب الجزائري، موش معناه يروحوا قاع انهيار الدولة الدولة ومؤسسات الدولة، يروحوا قاع بداية من الرموز وكتبهم في الحراك والحناجر تصدع بذهاب هؤلاء. هؤلاء عقبة، هؤلاء لا يمكن من أشرف على تزوير الانتخابات أن نطمئن إليه للانتخابات. ولذلك الآن أنا نظن واضح سيدي، اسمح لي إذا تسمح لي في ثاني. الآن الرهان الكبير والمخرج الأساسي هو إيجاد ظروف مواتية لتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة وذات مصداقية. هل هذه الآن الظروف الآن مواتية؟ هل هذه الظروف مواتية؟ نعم سيد وافي تفضل. هو ما نشعر ربما في النقطة مع الأستاذ. أنا أعتقد لا يجب أن نحمل الدستور ما لا طاقة له به. لا ما لا يحتمل. الدستور صريح جدا في تحديد صلاحيات رئيس الدولة. يقول لك غير قانونية هذه المشاورات اللي دعا لها. نعم، يقول لك غير قانونية هذه المشاورات التي دعاها هو وغيره من الخبراء. من جهة غير قانونية؟ هو وغيره من الخبراء القانونيين والدستوريين. لا، يقول ليس من حقه أن يدعو لهذه المشاورات. لماذا؟ هو أول خرق دستوري يقول لك. منين؟ لا خبراء قانونيين. لا قصدي منين؟ لا خليني معي يا أستاذ. قصدي أنا المادة 194 المتعلقة بشأن اللجنة المستقلة. صريحة المادة. المادة 194 تتكلم عن إنشاء لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات بكل وضوح. لا رئيسها يعينه رئيس الجمهورية. رئيس نعم الجمهورية. سيدي. وهي من المواد نعم المستثناة دستوريا لرئيس نعم الدولة. حافظين هالمادة باينة. لكن المشاورات وإبداء الرأي وتحضير الحلول هو حدد نقطة واحدة. خليني يا أستاذ. هو حدد نقطة واحدة. حدد واش يحب. وأستاذ وإيجاد، أنا نتكلم على الحوار. أنا ما نتكلمش على الأشخاص. من حدد؟ واحد ما حدد. انا لما تعيط نروح نشاور معك حددت لي ما تحدد ليش خويا؟ انا نجي نبدي راي ونعطي راي، ممكن الشيء اللي قلته انت نزيد عليها انا كلمه وانت كلمه وانت حجره وانا حجره ونبنيو مع بعضنا البعض. ليس انا لست متشددا في رايي. انا لما نعيط لك روح تحضر معايا في النقاش ماهوش معناه ان نفرض عليك. واحد ما يفرض عليا وانا نفرضوا عليا طريقه معينه ما قبلتهاش وما نقبلهاش وما نشرح نقبلها، لانه نريد. اسمح لي استاذ خليني نتكلم. نريد ان نبني طريقه خاصه. المساله تتطلب منا ايجاد الحل، والحل يجب أن يكون في إطار معقول، والمعقول يجب أن يكون في إطار القانون، لأنه ما ليس بقانون ليس بمنطق، وما ليس بمنطق لا يقبله الشارع ولا يقبله أحد. ما رانيش احنا عندنا حلول قانونية، احنا عندنا حلول دستورية. ولو نعرف الكارثة منين جات، الكارثة جات في 2008. نعرف الدستور ونعرف الناس عفسوا لما تم تعديل الدستور، لكن ليس منا نحن أن نواصل في عدم احترام الدستور. طيب سيد وافي، إلى حين. طيب سيد وافي، الدستور واضح، سيد وافي الحل موجود، سيد وافي. أما فيما يتعلق بالإجراءات المادية لتنظيم لجنة مراقبة الانتخابات، هذه أمور إجرائية ويمكن لأي كان أن يعدلها وأن يدخل عليها تحسينات سيد وافي في الممارسات. من فضلك سيد وافي، لأن مشكل تاعنا ليس مشكل قانون بقدر ما هو مشكل ممارسات أشخاص. طيب هناك اليوم مطالب للحراك الشعبي ترفض هذه الرموز النظام، ترفضها مرفوضين. نعم مرفوضين.
مرفوضين. لو نسقطها على القانون ما هي الحلول التي يمنحها القانون؟ ما عندهم حتى علاقة بالقانون، ما عندهم حتى علاقة بالقانون. طيب حتى نبقى في المسار الدستوري، نعطيك الحل. الآن فيه إرادة نحو إنشاء لجنة مستقلة فعلا، في إرادة حزبنا قدم اقتراح، والاقتراح مكتوب وموجود، في إرادة. نعم، إرادة سياسية، في إرادة سياسية. أنا أتكلم على حزبي. لا، في إرادة، لا كل الأحزاب، وأعتقد ناس يتناقشنا معهم في الموضوع هذا مشوا معنا. لا، كل الأحزاب متفقين على نقطة إنشاء لجنة وطنية مستقلة لتنظيم هذه الانتخابات. نبعد الإدارة. هل هناك إرادة شخصية؟ إرادة سياسية. نعم، موجودة إرادة سياسية. ننفي سيد فتحي، ولا أرضى أبدا، لأنه إحنا الحزب الوحيد ربما في المدة الأخيرة اللي ضرم الإدارة واللي ضرته الإدارة. هل فعلا هناك اليوم إرادة سياسية سيد فاتح ربيعي لتنظيم انتخابات مستقلة وغيرها من الأمور هذه؟ الآن لا، في نظري لا توجد إرادة سياسية. الإرادة السياسية بوجود هؤلاء الرموز الذين تورطوا في التزوير، الذين نشأوا بالتزوير، والذين جاءوا على حيث بالولاء وليس طالما نربط أمورنا بأشخاص. لا يوجد نربط أرواحنا بالأشخاص. الأشخاص زائلون، أو ممكن غدوا يقع تغيير، لكن الدستور يبقى، والقانون يبقى، واللجنة تبقى، والحوار يبقى. احترمنا لرأيكم، رأيي هذا رأيي ورأي من كثير من هو موجود في الحراك ومن الشخصيات الوطنية والأحزاب السياسية أو ما يسمى بتكتل قوى المعارضة، قوى التغيير، فعالية قوى التغيير ومناصرة اختيار الشعب، أنه في ظل وجود هؤلاء الأشخاص المشرفين على العملية الانتخابية وفي ظل القانون الحالي، يا استاذ ما كان يقبل الكلام هذا من الاحوال. لا يوجد من يقبل هذا الكلام اطلاقا، هذا مجرد كلام فات الحال يا استاذ. فات الكلام هذا، فات، انتهينا من الكلام هذا. لا يوجد يوم هذا الكلام، لا يوجد، غير موجود. لا ما كان حتى واحد يقبله يا استاذ. معليش استاذ، مستحيل غدوه نروحوا الانتخابات احنا ولا غيرنا تحت اشراف الاداره، يستحيل. اذا كان انا اقول باسم حزب جبهه المستقبل، اذا كان غدوه الانتخابات تشرف عليها إدارة، نحن أول من سيقاطع الانتخابات. نحن نعمل من أجل ضمان انتخابات شفافة. واضح سيد وفي، ونعمل ونسعى. نسمع رئيسي. اسمعني بركة، شوف يا أستاذ، الآن في ظل هؤلاء الأشخاص الذين سحب منهم الشعب تفويضه، ما زلنا في الأشخاص. أنا لا أتكلم عن أشخاص، معليش خليني، مع كل احترامي أنا أتكلم، أنا ما يهمونيش الأشخاص. معليش، أنت هذا زائلون وسيزولون هذا حقك غدا أو بعد غد، هذا حقك، هذا حقك، ولذلك احنا صابرين عليهم. ستأتي الجمعات وتتوالي الجمعات إلى أن يرحلوا. لن تنظم انتخابات بهذه الوجوه. تروح هذه الوجوه، نعم، وكل شيء ممكن، والجزائريون قادرون على إيجاد الحلول. معليش خليني، هل المشكل لكن في ظل هذه الوجوه مرفوضين. هل المشكل اليوم في الباءات والهاءات والحروف الهجائية، أم المشكل كما يقول لك السيد وافي في المنظومة، المنظومة التي تقف وراء هؤلاء، المنظومة القانونية، المنظومة السياسية، المنظومة الإدارية؟ شوف، طيب، هذا سؤال وجيه وفي المستوى، وأنا أشاطر الرأي الأستاذ في أنه هذه منظومة. طيب المشكل ما هيش في الباءات، ولكن المنظومة، احنا لو نقول المنظومه كامل نريبوها في يوم واحد ربت لنا الجزائر يا حبيبي. صحيح، ولذلك احنا ما نريبوش المنظومه. المنظومه راح تروح مع الوقت، احنا لكن عندنا امور مستعجله. احنا الان الجزائر في حاجه الى حل استعجالي. احنا راي الجزائر انه ماهوش قضيه حزب ولا قضية جمعية ولا قضية من الذي يبادر بهذا الحل الاستعجالي؟ شوف أقول لك يا أستاذ، من الذي يبادر؟ الطبقة السياسية والسلطة في زوج. الطبقة السياسية التي تبادر. نعم، مبادرة الطبقة السياسية والحرك الشعبي. نعم، مبادر، راه بادر. شوف الحرك الشعبي، ما كان حتى واحد يترك الحرك الشعبي، اسمه الحرك الشعبي لأنه الحرك الشعبي هو الأول، هو النص، هو اليوم هو النص، هو الأصل. لا لا، باش نفريها، كل من لا عنده شك في الحرك الشعبي هو حالة استثنائية، لأنه هذا حرك شعبي وأنا لا أستثني منه أحد. لا أستثني منه أحد، لأنه 99% من الجزائريين راغبين في التغيير، يشوفوا الضوء. أنا لما أقول يشوفوا الحرية الحقيقية، حرية التعبير، حرية الرأي، حرية الاختيار، حرية توزيع العدل للثروة وروح والعدالة. والعدالة المستقلة هي أساس، هي العدالة. خلينا ننتقل إلى قضية العدالة. أنا لم أقل في حزب جبهة المستقبل العدالة طيب. هي تاج. نعم، تفضل. ما كملتش أنا الإجابة حتى باش ننتقل إلى قضية العدالة. هذه منظومة، ومنظومة فاسدة ومفلسة
افلست سياسيا واقتصاديا. وهذا باش نروحوا انتخابات وكل ما راح نحيو كاع المنظور باش نروحوا انتخابات. معليش خلينا السيد ولا فين نسمعوا رايه. يعني راس المشكل في الجزائر هو سياسي. الحلول ينبغي ان تكون حلول سياسيه. ولذلك القفز على الدستور اذا كنا هنا نقفز من الدستور. نعم. اذا كنا نقفز من الدستور. لا شوف ربي يستر عليها اخو. شوف عليه. لا هو قال حلول سياسيه. هل نحن في حاجه الى هالشيء؟ هو قال حلول سياسيه. ما معنى الحلول السياسيه؟ انا لا اتمنى الحل. شوف معليش سيد وافق خليني اكمل. ما نقولهاش على نقفز على الدستور. لماذا نقفز على الدستور؟ شوف ما دام عندي دستور نقفز على الدستور. هو قال حلول سياسيه. الحل في اطار الدستور. ما رانيش وحدي. الدستور ما رانيش وحدي. رانا في دوله. رانا في مجتمع. واضح سيد. هو صاحب الشعب. هو صاحب السلطة. وهو الذي يعطي التفويض. قال المادة 7 سيد وسيد. والمؤسسات التفويض يمارس على طريق الانتخاب أستاذ. والمؤسسات التفويض. سيد وافي رجاء. سيد وافي سيد فتح حربي. أنا ليش هنا باش نغلطوا الناس؟ معليش سيد فتح. أنا ما غلطتش. أنا نتكلم على روحي. سيد وافي. من فضلك. السلطة في يد الشعب. نعم. لكن يمارسها عن طريق الاستفتاء وعن طريق الانتخاب وعن طريق اختيار ممثليه. يا سيد وافي. طيب واضح واضح. كمل بالشكل هذا خلينا. نعم سيد. سيد ربيعي. أيوة. ما معنى الحلول السياسية؟ هل نتخلى عن الدستور أم ماذا؟ يعني فهمنا في هذا. شوف إذا كان قلت لك أنا الفهم الضيق للدستور ما يعطيناش حلول. الفهم الواسع للدستور يعطينا الحلول. الخبراء أعطوا مخارج. استقالة بن صالح. استقالة كان يفترض الحل يوم رئيس المجلس الدستوري. نعم ما هو استقال. ما هو ان النحية نعدلوا رئيس المجلس الدستوري ويستقيل بن صالح ويكون محله رئيس المجلس الدستوري. هذا مخرج. هذا شوف خليني نكمل. القانون يا استاذ خليني نكمل. غير دستور يا استاذ خليني نكمل. خليني نكمل. خليني نكمل. لا يا استاذ اسمح. لا في خرق للدستور. لا خلي برك. معليش وجهه نظر. لا يوجد نظر. لا يوجد هذا الحد. شوف الدستور. شوف انا قلت استاذ. شوف الدستور. ماده صريحه الدستور. خليني نكمل. اذا اقترن. لا اذا ما في اقتران. رجع راي كلمه لي. لا رجع كلمه راي لي. انا قلت بانه كاين مخرج لمن اراد ان يمارس الفهم الضيق للدستور. ولكن الفهم الواسع الذي يستجيب لمطالب الحراك ومن شأنه أن يعيد هذه الجموع وهذه الحشود وهذه الملايين إلى بيوتها ونذهب إلى تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة ومصداقية في أسرع وقت ممكن هو إيجاد إطار آخر في شخص يطمئن إليه كل الجزائريين أو مجموعة أشخاص تتغير الحكومة حكومة كفاءات وطنيه. روحوا الى تشكيل هذا لجنه. هذا خروج من دستور يا استاذ. يا خليك خروج. لا اسمح لي اعطيني هذا الماده. لا اسمح لي معليش. هذا خلينا نسال. هذا المزاوجه بين الحلول الدستوريه من فضلك والحلول السياسيه والفهم الموسع. سيد وافي يقول لك ان هذا الدستور بان لنا يعني غير الان لما خرق الدستور لما اغلق البرلمان لم يعني خرق الدستور في كثير من المرات خرقوها اليوم. يعني اليوم نتمسك انا ما نقدرش نخرق الدستور يا اخي. اذا كان تخرق الدستور ولا ما نقدر. لا السلطه هي اللي خرقت الدستور. سمح لي كلام كما هذا. اسمح لي. لا يجي لا ماهوش من حقنا نستند على امور باطله باش نبني واقع. انت لما تقول الناس عفسوا على الدستور عفسوا دار حاجه مليحه اللي عفس على الدستور باش نعاندو انا. احنا الدستور من نهار 2008 وقعت الكارثه نتاع الدستور. لما تنحاول العهدات صبحت مفتوحه ثم تكسر الدستور ثم تكسر كل شيء ثم بدا المشكل. لما انا نرجع للاستاذ نقول هذه نتاع نقل سلطه رئيس الدوله من شخص الى شخص. شوف القانون صريح صريح وصريح جدا ما نغلط حتى واحد. الحاله الوحيده يقول لك اذا اقترن شغور منصب رئيس الجمهورية مع منصب رئيس مجلس الأمة تؤول رئاسة الدولة إلى رئيس المجلس الدستوري إذا اقترن. هذه قراءة. مش قراءة. لا نص. لا يا رجل. لا يا رجل. كيفاش لا؟ هذه قراءة. نص المادة واضح. يمكن يا أستاذ المادة ليش مسؤولية. لا أستاذ معليش هذه قراءتك. مش قراءتي. لا
جيب الماده الدستوريه اقرا الماده الدستوريه اقرا الماده الدستوريه يا استاذ القانون وانا استاذ في القانون هنقراها لك يا استاذ معليش معليش انا نقراها له واضحه واضحه سيدي نقراها له واضحه سيدي خبراء القانون خبير يقول كلام ما كان شوف هذه القراءه ما كان حتى خبير يقول كلام ما كان حتى خبير يقول ما كان حتى خبير خبراء سمعنا من كثير من الخبراء وانا استاذ في كليه الحقوق يا استاذ يا رجل يا رجل شوف اذا اردنا ان نبحث يا استاذ لا 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 شوف اذا اردنا ان نبحث عن هذا خطا هذا خطا الحل موجود هذا خطا الحل موجود اعطيني الماده 102 فقره 4 كاين اراده لعدم الحل اسمع لا لا واصرار على عدم الحل واصرار على الذهاب الى انتخابات لا يتوجه الى الشعب ويقاطعه الشعب يا استاذ أنا مثل ما قاطع هذه الندوه هذه المهزله يا أستاذ هذه المسخره يا أستاذ هذه التي دعي اليها سيقاطع الشعب الجزائري هذه الانتخابات المهزله التي يراد اليها اذا كان ارادوا من الشعب الجزائري واستجابه حقيقيه لمطالب الشعب الجزائري امكانيه فيه امكانيه الذهاب الى الحلول الحقيقيه وفتح حوار جدي الان كاين مؤسستين ولا ثالثه لهما كاين مؤسسه الجيش المحترمه وكاين مؤسسه الشعب المحترمه وفقط الماده 102 تقول اذا اقترنت استقاله رئيس الجمهوريه أيوة. او وفاته لا لا لا. بشغور رئاسه بشغور قل لي كلمه برك اذا اقترنت ولا لا, لا. اذا اقترنت استقاله رئيس الجمهوريه او وفاته بشغور رئاسه مجلس الامه لاي سبب يجتمع المجلس الدستوري وجوبا اقترن ولا ما في اقتران ولا ما في الاقتران خلاص قل لي ما اجاب الدستور اذا كان استقال الان بن صالح نعم الان قال له راسه انا استجي انا الشعب الجزائري سحب ثقته مني وانا استقيل شوف شوف وشو المخرج سكت عنها الدستور شوف يا اخي كاين يمكن نستصحب هذا النص كاين امور اراديه يمكن ان نستصحب هذا خليني نقول لك كاين امور اراديه وكاين حتى امور اراديه لا اراديه كاين حتى الوفاه اللي هي باذن الله وفي يد ربنا ماذا نفعل؟ ها؟ ماذا نفعل؟ لكل مقام مقال لا معليش نقول له لا مش مش لكل الان الشعب قال نعم اسمع مش لكل مقال الان عندي الشعب قال وصرح وقال الان عندنا حلول معليش معليش حلول دستوريه خلينا نروحوا للماده حلول معقوله خلينا نروحوا للماده تلبي رغبه الشعب ماده 87 تلبي اراده الشعب كيف يمارس الشعب سلطته ما دام انه هو السيد باعتراف الدستور كيف يمارس الشعب سيادته في اطار المادتين السابعه والثامنه انا نقول لك الشعب ممكن يصل الى مرحله اذا اصرت وهذا وجهه نظري ورايي اذا اصرت السلطه على تماديها ونكون عندئذ امام خيارين لا ثالث لهما الخيار الاول هو الذهاب الى انتخابات وبعد ذلك الشعب ما يروحش تماما ويخرج رئيس غير شرعي وهذا لا نرضى طيب خليني نقول لك او الخيار الاخر نعطيك الحل نعطيك الحل نعم تفضل حل الشعب الجزائري الان يمكن راهو نقاش داخل الحراك ويروح يختار يا اخي السلطه صاحب السياده هو الشعب المدى سبعه السلطه التاسيسيه يمارسها الشعب من خلال مؤسساته يخرج بالملايين من خلال انتخابات من خلال ملايين ويخرج لنا شخص او مجموعه اشخاص ويقول هذو اللي مثلوني واش نقولوا له احنا وقد يلجوا الى هذا قد يلجأ إلى هذا ومن حقه الشعب الجزائري أن يصوت في ساحاته العمومية على شخص أو مجموعة أشخاص ويروح إلى حلول دستورية حقيقية طيب واضح سيد اللي من أراد أن يتمسك بالدستور والله مانيش عارف يا أستاذ أنا نتكلم في دولة ودولة يسموها الجزائر وما أدراك ما الجزائر يعني هذه والروح ويخرجوا الشعب وكذا وكذا هذه أمور هذه يعني معقولة يعني مؤسسات راحت انهارت انهارت الجزائر لا توجد مؤسسات مهما كانت شوف على خليني اكمل اكمل نجاوب لانه انا مانيش نأيد المؤسسات الموجوده ولا سيما من يدخل في كلمه قع هذا اطلاق ما عندي حتى يعني الرجوع اليهم طيب وانا قلت شكون هما هذو كل من كان مفسدا كل من لم يقوم بالمسؤولية كما لازم الحال كل من أساء استعمال السلطة هذا منبوذ ولا يجب أن يبقى ولا يجب أن يبقى أما الآن خلينا إحنا وش نحوسوا إحنا وش نحوسوا على إيجاد حل على مساهمة الشعب في الاختيار فعلا المسؤول ولكن ما زال ما لقيناش الحلول ما زال لا الحلول هي شو أول الحوار حلول إيجاد يعني متفق عليها إيجاد لجنة
ايجاد لجنه مستقله لمراقبه الانتخابات تحت اشراف من البداية. نعم تحت اشراف هؤلاء. اشراف من؟ اشراف الباءات. ما كانش لا باء ولا تاءات تحت اشراف يعينها الناس يعينها الاحزاب يعينها الاحزاب السياسيه الفاعله يعينها المجتمع المدني الفاعل يعينها الحراك يعينها المواطنين يعينها الناس يعينها الناس النخبه تحت سقف ماذا؟ تحت سقف ماذا؟ تحت سقف السلطه ام تحت سقف الاحزاب ام تحت سقف دوله الجمهوريه الجزائريه. نعم الجمهوريه الجزائريه خارج الدولة انتخابات خارج الدولة من الأحزاب السياسية. هذا أيضا طرح عام في بالي. والآن المؤسسة المحترمة الآن لدى الشعب الجزائري مؤسسة الجيش الوطني الشعبي اللي هي حامية للحراك والجيش قال لك لابد من الحوار. وكاين مؤسسة الجيش قال لك لابد من الحوار. يفتح حوار يفتح حوار هو افتح حوار مع ربما كان بإعاز من طرف يفتح حوار المؤسسة هي مؤسسة الشعب الجزائري هو معني الجيش الوطني وفق المادة 28. وعلاش انا مانيش عارف علاش الناس يستناو حتى يفتحوا لهم يفتح الناس شارك لعب اخدم دير حاجة اقترح هذا راه ممكن اقترح انا كطبقة مثقفة كطبقة عالمة كفنانين كأساتذة كجمعيين كخبراء كأحزاب يقول لك السلطة لا تسمع ديروا كان شي حاجة تحركوا سيد وافي تحركوا الجزائر في حاجة إلى أشياء من قال بانه لا توجد هناك هناك حركة شعب نعم هناك حركة شعب اما حركة القيادة النخبة ما زال غير واضح هناك من النخبة من طرح وانا استمعت الى بعض الأساتذة وبعض الخبراء مظافر واحد واثنين وارادوا وهناك إرادة لفتح حوار مع مكونات الساحة السياسية والتوجه فيه من هناك إرادة حقيقية توجه للحوار مع المؤسسة العسكرية باعتبارها مؤسسة محترمة لدى الشعب وحريصة على حماية حراكه فالآن كاين نوع من الحركية ولكن الآن من خلال خطابات الجيش الوطني الشعبي هناك إرادة أخرى هناك لوبي آخر ومرتبط بجهات أجنبية لا تريد الحل حلول هي مصرة على توريط الجزائريين والحمد لله أن الشعب الجزائري بجيشه فوت علي هذه الفرصة والآن الحلول قاربة الحلول أنا أقولك والله أنا أتفق معك أتفق معك كثير في هذه النقطة بالذات لأنه علينا أن نأخذ الأمور بجدية شوف يا أستاذ الأمور بجدية راهي المشكل ماشي في قضية شخص أو اثنين أو ثلاثة شوف يا أستاذ هناك أمور ربما نزيد لك شيء مهم باش ما تصورش بأنه من يطرح الحلول هذه يطرحها أيضا من حرصه على الجزائر وهذا من من حبه للجزائر وخوفه من الانزلاق نعم الان نعم الآن وهذا اخطر شيء الآن هذا اخطر شيء لو نخرج عن الاطار عن الفاصل في حاله ما اذا ما كانش بيناتنا فاصل هو يكون دستور ويكون قانون ويكون مانيش عارف راح نروح ربما الى طريق مسدود سيد وافي سيد ربيع لان الوقت شارف على الانتهاء اريد ان اتطرق الى قضيه العداله اليوم فتحت مجموعه من الملفات وقال فريق احمد قايد صالح بانه العداله نعم بدات تتحرك هل فعلا العداله اليوم الجزائرية يعني تتجه في الطريق الصحيح مثل ما اتجهت بعض القطاعات الأخرى نعم الوقت انتهى نعم طيب أنا أقول لك هنا كاين أمرين اثنين الأمر الأول هو الوقت انتهى والتساؤل هل فعلا احنا عدنا الآن ماشيين إلى محاكمات عادلة وهذا المطلوب الإجراءات الاحترازية هذا شيء مطلوب للمحافظة على أموال الجزائريين ولكن واسترجاع الأموال المنهوبة ولكن استرجاع الأموال المنهوبة كاين رؤوس أموال ارتبطت بالسياسة وكانت تؤثر على القرار السياسي واليوم الفساد السياسي نعم واليوم تريد أن أيضا تبقى مؤثرة على القرار السياسي وتصنع مستقبل الجزائر بعد خروج هذا الحراك وتلتف عليه أو هنا هذه المحاكمات أيضا من هذا الجانب هي مهمة وأساسية وفي اتجاه حفظ حراك الجزائريين ومستقبلهم باختصار لأن الوقت سيد وفي رجاء باختصار ذلك ما يجب أن يكون ذلك ما يجب أن يكون نعم احنا نقول النصوص نتاعنا واضحة ونقول القانون والناس سواسية أمام القانون أعتقد نحن في بداية هذا الطريق وأتمنى أن نكون صادقين وأن نكون حقيقيين وأن تكون الأمور جدية لأنه ما في حتى عيب ما في حتى سوء نية ما في حتى شيء لما نكون كلنا أمام القانون سواسية
طيب واضح جدا، وهذا هو المطلوب. نعم، هذا ما يجب أن تكون عليه العدالة، لأن العدالة هي تاج المجتمع. إذا كانت هناك عدالة راح يكون كل شيء يتوضح إن شاء الله وكل أمور تمشي كما. شكرا جزيلا لك سيد وافي عبد الله، عضو المكتب الوطني بجبهة المستقبل، شكرا جزيلا لك. والأستاذ الجامعي والناشط السياسي فاتح ربيعي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا نلتقي غدا إن شاء الله، مني أنا زكريا ليلات، لكم أجمل التحيات، إلى اللقاء.